مروان محسن في 30 40 ماتش تلاقيه جايب 6 اهداف. قال لك التمديد لمروان محسن ورفع عقده من 3 مليون الى 9 مليون جنيه. طيب خلاص يا سيدي، جاهز رؤيتكم نهايه الموسم. قال لك ايه؟ رحيل مروان محسن على سبيل الاعاره. ابدا اشوف. قال لك لا، اعطاء فرصه لمروان محسن. القرارات كلها غريبه وعجيبه وما تفهمهاش. ما فيش قرار واحد انصف النادي الاهلي، ولا قرار تقول له شابوه، قرار واحد للجنه التخطيط في النادي الاهلي، ودي عجيبه. كابتن محسن صالح انا بحبه، ولكن انا عارف ان نهايه عهد كابتن محسن صالح بالكوره من قرابه ال 20 سنه، من 2002 لما كان مدير فني للاسماعيلي. بعد كده خلاص ما عملش حاجه الكابتن محسن صالح، هو بعيد عن الكوره كلها. كابتن زكريا ناصر برضه بعيد. طيب كنا ندعم، هل كنا ندعم لجنه التخطيط دي بحد زي وليد صلاح، بحد زي الكابتن طه اللي اعتذر فتره لاسباب صحيه؟ طب نجيب كابتن مختار وهو يعني متواجد في البيت ومتاح؟ حد زي كابتن ربيع ياسين، حد زي عماد متعب، حد زي وائل جمعه، حد زي مانويل جوزيه كمشرف؟ قال لك انا مش هدرب، ولكن انا تحت امر النادي الاهلي في الاشراف، وشفناه في بعض الانديه في مصر منها وادي دجله كمشرف على قطاعات الكوره. فهل الاهلي كان محتاج في لجنه التخطيط ده علشان ما الاقيش 10 قرارات، 10 قرارات والعشرة غلط او العشرة غير موفقين يا سيدي؟ عشان ما حدش يزعل ويقول لك هو انت يا شريف اللي هتقيم محسن صالح وزكريا ناصر يا حبيبي؟ لا، خد بالك احنا بنقول 1+1=2، 1+1=2. هل بعد ما اتفرجنا على محمد شريف عرفنا ان احنا على مدار مواسم فاتت، ومع احترامي انا على فكره بحب مروان محسن وعلى عيني لما بنتقده، بس طول ما انا هنا مش والله ما هقول غير الحق لو على رقبتي. قبل محمد شريف الاهلي كان عنده اي حاجه، سميها اي حاجه، الا ان انت تقول مهاجم، الا ان انت تقول مهاجم. محمد شريف ربنا يحفظه اكتر من 22 هدف حتى الان في الموسم، محليا وافريقيا هداف الاهلي في دوري ابطال افريقيا، هداف الاهلي في الدوري، مهاجم منتخب مصر الاول، لعيب يعني عايز اقول لك يبدو ان محمد شريف خد حقن التطعيم من عماد متعب، يعني سحبوا عينه من عماد متعب وحقنوه بيها. تتفرج على محمد شريف تعرف، معلش مروان محسن لما كان يجيب 5 اهداف كان بيطلع والده يشتمنا، كان بيطلع والده يشتمنا حرفيا، يقول لك ابني هداف ال 5 اهداف يا حبيبي، 5 اهداف يا حبيبي، انتوا عايزيني من ابني وابعدوا عن ابني، ويبدا يعني يسيء لباقي. يعني اخر مكالمه انا فاكرها لوالد مروان محسن، دفع عنه وقام خبط في محمد شريف لغايه اما مروان محسن اعتذر لشريف قدام اللاعبين واعتذر له على السوشيال ميديا. وشريف اللي حضرتك كنت بتتريق عليه يا استاذ محسن، اتفرج عليه النهارده، اتفرج عليه النهارده وعلى تطويره حتى من مستواه وعلى الاداء بتاعه. مروان محسن في النادي الاهلي بقاله 6 سنين، 6 سنين تقريبا مسجل نفس عدد الاهداف اللي محمد شريف مسجلها في موسم، تقريبا مسجل عدد الاهداف اللي محمد شريف جابها في موسم في ال6 سنين او يزيد قليل. ادي قائمه هدافين الدوري، محمد شريف 14 هدف من 14 فرصة ما فيهمش ولا ضربة جزاء. أحمد ياسر ريان مسجل من ضربات جزاء، هداف الدوري وابن الأهلي برضو القادم أشرف بن شرقي أفضل لاعب أجنبي جه في تاريخ الزمالك الحديث. اسمي مادلين حنا، سني 29 سنة، كان وزني قبل العملية 155، وبعد العملية وصلت 100 خلال سنة. كان عندي مشاكل كتير في ارتجاع في المريء وفي التنفس وفي الحركة، ودكتور كريم ساعتها اختار لي تحويل مسار، ومن ساعة العملية وانا صحتي بقت احسن، وبقيت عارفة اتحرك اكتر وعارفة اشتغل احسن، وباخد الفيتامين والكالسيوم بتاعتي بصفة مستمرة، وصحتي دلوقتي بقت افضل كتير عن الاول طبعا. وانا بشكر دكتور كريم جدا عشان هو لما اختار لي عمليه تحويل المسار كانت افضل كتير ليا عشان ارتجاع المريء اللي كان عندي، ودلوقتي بقت احسن كتير عن الاول، فشكرا دكتور كريم.